ننتقل إلى الحصاد الأسبوعي. فعلى مستوى الأداء العام للأسواق العربية، فقد سيطر اللون الأحمر على معظم مؤشراتها خلال جلسات الأسبوع، وسجل المؤشر الرئيسي للسوق المصري EGX30 خلال الأسبوع ارتفاعاً بنسبة 3.13%، وجاء سهم شركة الحديد والصلب بالمناجم والمحاجر في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنسبة 20%، بينما تصدر سهم الكابلات الكهربائية المصرية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 20%. وأما من دولة الإمارات، فقد أغلق مؤشر سوق أبو ظبي المالي الأسبوع على تراجع بنسبة 1.15%، وجاء سهم البنك التجاري الدولي في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنسبة 13%، بينما تصدر سهم شركة الاتحاد للتأمين قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%. بينما أنهى مؤشر سوق دبي الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.55%، وجاء سهم شركة شعاع كابيتال في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع بنسبة 14.68%، بينما تصدر سهم تكافل الإمارات قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 9.97%. فيما أغلق المؤشر العام للسوق السعودي تاسي الأسبوع منخفضا بنسبة بلغت 2%، وجاء سهم شركة المنجم للأغذية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع بنسبة 10%، فيما تصدر سهم أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 10%. كما أنهى مؤشر سوق الكويت الأسبوع على تراجع أيضا بنسبة 1.80%، وجاء سهم الكويتية للاستثمار في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع بنسبة 4.97%، بينما تصدر سهم شركة الامتياز الاستثمارية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 9.27%.